انت جبت واحد مبطل ما بيلعبش عمر جابر. اه طبعا صباح الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طيب انا شفت طبعا بتابع الكلام اللي بيتقال والانتقادات اللي بتوجه لعمر جابر وعلى صفقة عمر جابر ورجوعه لنادي الزمالك مرة تانية. وانا بصراحة شايف ان الانتقادات دي يعني ايه، انتقادات مش في محلها، انتقادات غلط. صحيح كلنا متفقين ان عمر عنده احسن من كده، وكان ممكن ان الكارير بتاعه لغاية دلوقتي من ناحية الانتاج الفني احسن كده، احسن من كده. ولكن انا براهن، تاني بقول براهن على نجاح عمر جابر مع الزمالك، وبراهن ان هو هيكون جزء كبير وجزء مهم من فوز الزمالك ببطولات مهمة خلال السنوات القادمة، وهيكون لي تأثير مهم جدا مع الفريق جوه الملعب وبره الملعب. وتاني بأكد بقول ان انا براهن على نجاح عمر جابر في الزمالك، وبراهن على فريرة، وبراهن على تطوير فريرة لعمر جابر، وان هو هيخليه لعيب مختلف. وانا بقول الكلام ده دوكيومنتد ومسجل، ولما اليوم يجي والوقت يجي ان عمر جابر يكون ليه دور مهم جدا في احراز الزمالك لبطولات في الفترة اللي جاية، ارجعوا للفيديو ده. عمر جابر لعيب كويس جدا وشخصية كويسة جدا، والزمالك هيستفيد من عودته في الملعب وبره الملعب، لان عمر جابر عنده الدي ان ايه بتاع الزمالك، وهيكون ليه دور مهم جدا بره الملعب مع شيكابالا الفترة اللي جاية. وشيكابالا محتاج شخصية زي عمر جابر معاه، لان هو ما يقدرش ان هو يشيل كل حاجة لوحده. فبحيي إدارة الزمالك وبحيي أمير مرتضى على فكرة عودة عمر جابر مرة تانية للنادي، وبقول لعمر لازم ترد على المنتقدين بتوعك، وان شاء الله بإذن الله ترد على ليهم في الملعب، مش بالكلام، بالأداء وبالبطولات، وان انت ان شاء الله باذن الله يكون ليك دور مهم جدا في فوز الزمالك على بطولات مهمه جدا السنه دي والسنوات القادمه باذن الله. شد حيلك يا عمر.